عسلامة. سلمك. بونجور لاباس. بونجور عسلامة. عايشك سلمك. لاباس عليكم؟ والله الحمد لله. الجو مليح. الحمد لله. عرفنا عليك. جينا من سطيف نعقبوا يامات. هذا ولاد ولد اختي. وجيت مع اختي. وهذا ولد اختك. ولد اختي، هذا ولد اختي. اختيها وراهي مليهيت وبنت بنيه مليهيت. مرحبا بكم. سلمك. جينا نقعدوا يامات نعقبوا يامات ونروح. جيتوا فامي كامله نورمالمون. فامي جينا اون جروب. كيفاش جيتوا؟ جينا نهار السبت. بيان سيرتو لي كليما رباك جات مع لي فاكونس تاع الاولاد بليس الجو ما نقولوش خريف نقولو ربيعي. الطقس مازال سخون شويه، الاسعار شويه زادت، الاسعار زادت الاسعار في كل بلاصه. نعرفوا انه الكريز مونديال البلدان الكل فيها ارتفاع في الاسعار. تونس جيت اون كاترنا يا حسره. انت ما زدتيش؟ ما زلت انا وقتها. كانت تونس باهيه بزاف. حتى توا باهيه. اي بصح انت ما تعرفيهاش بكري. كانت ما فيهاش غاشي كيما درك. كانوا لي زالجيريان يجوها بزاف. حتى توا زاد انتم موجودين. من نهار الكورونا حبست شويه. فهمتي؟ نعرفوا مخلفات كورونا للبلدان الكل. كلها. والله الحمد لله. مع طيبتها الشعب التونسي، ناس ملاح، ناس طيبين. استقبلونا. وهنا قصرنا معهم وخاوتنا. اها انا كيف ناديتك في بالي تونسي الحقيقه. يورا تونسي والجزيرة مزي بعضهم يا استعمار. لبس شاشية تونس. هذه شاشية درنا سبيسيالمون بور ان سوفونير. جينا بلاد الناس نديو معنا سوفونير. مش بلاد الناس، بلادكم. بلاد الناس. بلادكم. اسمع تقبلهم ما تقبلهاش. قسمنا الاستعمار تونس الجزائر المغرب ليبيا قسمونا تقبلها ما تقبلهاش. نورمالمون ما كاينش الحدود. والله صحيح. هي دوك الحدود كي يخش لتونس لازم لك باسبور، تي تخش للجزائر بالباسبور. كاين دول عربيه لازمك الفيزا. تروح للامارات باش تعطيك الفيزا يحب لك. تروح للسعوديه نفس الشيء. فهمتي اذا قلت لك دوك بلاد الناس انهم قسمونا ومازالوا حابين يقسمونا. ليبيا حابين يقسموها، السودان قسموها، حابين يقسموا دول العربية ياكل. لا يحبونا ما يحبوناش. على بالك شكون؟ اللي راهم يصرفوا في العالم. كون يسيبونا متشردين متشتين ما نحبوش بعضنا نكرهوا بعضنا. تقبلها ما تقبلهاش. وهذا الواقع اللي يقوله. موش راي سياسي والله. الشيء اللي رانا عايشين فيه. الدول العربية كل يتعني، الشعوب العربية كل يتعني. باش تروح انت مثلا للسعوديه لا تروح للامارات باش يعطيو لك فيزا يحب لك. فهمتي؟ اوروزمون بينا وبين تونس ما كانش فيزا تسمى باسبور باك. ونتمنى يعدوا بلا كارد ايدونتيتي بوركو با. توانسه ديجا توانسه عادوا يجونا بزاف. على بالك حنا مدينه سطيف، تعرفي سطيف؟ تعرفي العلمه؟ تروحي العلمه تلقى غير تونس. تونس 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 تونس. وهذا شيء يشرفنا. لينا وليكم. تسمى توانسه يجيو وحنا نجيو تسمى هذا هو تقارب الشعوب. فهمتي؟ انت حكيت على انه فما انقسام. لكن كمام مازلنا متوحدين. واش متوحد قولي لي برك. هاي الغدوه في الجزائر كاينه قمه عربيه. نصهم ما يجيوش. واش معناها؟ تاع السعوديه ما يجيش، تاع الاردن ما يجيش، المغربيش كي ما يجيوش. هذو متوحدين ورا متوحدين. مانيش متوحدين. فماش وحدة؟ مانيش متوحدين كذب عليك، كون متوحدين كون رانا أمة عظيمة. مانيش متوحدين. اللي يقول لك متوحدين يكذب عليك. نهار سقطت الخلافة الإسلامية في 1924 العرب والمسلمين خلاص. فهمتيني ما فهمتينيش؟ بكري كيجي واحد مغربي يروح لمكة. ما عنده لا فيزا لا والو، يجيبها المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا. مصر في السعوديه دوك باش يعقب الدول هذو لازم له 20 فيزا. فهمتيني ما فهمتينيش؟ واش نقول اختي ان شاء الله اختلاف نحكيو على اختلاف الدول العربيه على الدول الاوروبيه. دول عربيه ودول اوروبيه. دول اوروبيه فاتونا بالتكنولوجيا. فهمتيني؟ فاتونا بالعلم. ولو متقدمين بزاف من ميدان التكنولوجيا.
اخلاقهم منحطه الى درجه ما تصوريهاش. مشيت غازيكا؟ مشيت، رحت. وين مشيت؟ رحت فرنسا، رحت السويد، رحت الدنمارك، حوست دول اوروبيه وشت، فهمتي؟ ما عجبوكش؟ ماشي ما عجبونيش، لا هما كيما يقولوا في الدومين التكنولوجي راهو بعيد. بصح ودروا 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 القيم تاع الانسان. مثلا الانسان المسلم كي يموت، يموت ما بين الاهل تاعو، يبون ما بين ولادو، ويموت في بيوت العجزه، فهمتي ما فهمتينيش؟ وهذه هذه ضرهم بزاف. ما عايشين بعقليه، هنا عايشين بعقليه. حنا كون نديروا مثلا نقرا ونجتهد ونعملوا. البعض يقول انه العرب والمسلمين فقدوا اخلاقهم. نعم مش نعم اسمحي لي. يقولوا لوروب يفوتونا كان. شو داكور معاك، بصح المسلمين ما تقولش المسلم كي المسلم الاخلاق تاعو اخلاق اسلاميه. فهمتي ما فهمتينيش؟ واحد ما يكذب عليك، دوك العرب جنسيه. والاسلام دين، وبعد يقعد مسلم. الاخلاق تاعو لازم تكون ملاحه. فهمتيني فهمتينيش؟ هذه هي. شكون يقول لك الاوروبيين كان معناها ناقصين كان الشهاده ويكونوا خير منا؟ ماشي خير منا، لا ماهيش خير منا. شكون يقولوا هكا؟ كون يشاهدوا هما، شوفي عندهم القانون، عندهم دولة القانون، هما بيناتهم القانون هو اللي يفصل. فهمتيني؟ واجب عليك ان تحترمي القانون. كي تحترمي القانون عرفوا كيف يعيشوا بين بعضهم. حنا ما نحترموش القانون، ها هو المشكل. وين مثلا واحد ولد شخصيه يعفس القانون، واحد ما يهدر معاه. ثم في الغرب في اوروبا مثلا حوايج كيما هذو ما يصراوش، لان عندهم حريه الصحافه يهدروا عليه، الناس تخاف. فهمتي ما فهمتينيش؟ هما وصلوا داروا دوره القانون. كي وصل دوره القانون، قانون هو اللي يفصل ما بين الناس. احنا مازلنا ما وصلناش، نهار نوصلوا هذه نقدموا. فهمتي ما فهمتينيش؟ باهي، احنا مازلنا ما وصلناش. قريب ولا مازلنا بعاد؟ شوفي اختي، انا نتفائل ان شاء الله، نتفائل نتفائل نتفائل. سامحوني الاولاد ما حكيتش معاكم لانه موضوع مهم. شوف الشباب تاع درك عندهم نافذه يشوف بها العالم. مثلا الانترنت، ما يحدث في العالم يعقب مباشره. اعتقد انا كشخصة باللي الشباب برك واعي جدا، خير من الجيل تاعنا. مثلا جيل بحذاك ما شاء الله، ولاد اختك واعيين. لماذا؟ لانه عنده الانترنت يشوف كلش. وش يحدث في امريكا ولا في اسيا ولا في امريكا اللاتينيه، شوها مباشره. فهمتيني؟ ويقارن بين الوضع تاعو والوضع اللي عايشين فيه ويشوف. وزيد التعليم، الجامعات، هذه ثاني تلعب دور. فهمتيني اختي؟ لهذا نتفائلوا ان شاء الله، نتفائلوا باللي ان شاء الله يكون الخير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك تفائلوا بالخير تجدوه. فهمتيني؟ وما يشكش في قدرات الامه. عندنا امه مليحه. امه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمتيني؟ ان شاء الله. شكرا.